تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة في تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 وتقديم المعاونة لعناصر الشرطة المدنية، كثفت عناصر القوات المسلحة في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لليوم الثاني من تواجدها في محيط اللجان لتقديم الدعم اللازم كاحتياطات قريبة وبعيدة لعناصر التأمين للتصدي لأي عدائيات محتملة. وتقوم القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق بتنفيذ الدوريات الثابتة ومتابعة الأحداث طوال فترة الانتخابات. من جانبهم، أعرب عدد من المواطنين المشاركين في الانتخابات عن تقديرهم للدور الكبير الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في تأمين العملية الانتخابية بكل نزاهة وحيادية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره. والله احنا بنشكر اولا القوات المسلحة والشرطة المصرية على دورها في تأمين العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وبنشيد بالدور اللي هم بيقوموا بيه من ناحية تنظيمية، من ناحية الامن، تواجد المواطنين، بينظموا الدخول وخروج المواطنين، مفيش اي مشاكل بتحدث من المواطنين، يعني الامن كله تمام. انا دخلت الانتخابات وحطيت صوتي في ظل الكورونا ولا حسيت باي حاجه خالص، والتنظيم جميل، في مسافات بين الناس وبعضها، في تعقيم ذاتي. احنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللي هو عامله في البلد وعلى الكباري وعلى الدنيا حلوه، وبنذكر جيشنا وشعبنا وحكومتنا اللي واقفه معانا، واقفه في ظهرنا ومش مخلينا عايزين حاجه في الانتخابات، والدنيا حلوه وفي مسافات بين المواطن والتاني وكمامات وميه، والدنيا جميله قوي قوي والله. بحب اوجه رساله شكر وتقدير واعتزاز لقواتنا المسلحه التي تحمي بلادنا من الخارج، كما انها تحميها من الخارج من الاعداء الذين يتربصون بها، تحميهم ايضا من الداخل من خلال المحافظه على سير وتنظيم العملية الانتخابية على أكمل وجه. تأتي تلك الجهود التي تبذلها القوات المسلحة انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري.